السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً. اليوم بإذن الله رح نبدأ أول محاضرة في برنامج آيكوب التدريبي. أتمنى لكم التوفيق والسداد في البرنامج التدريبي، وإن شاء الله اللي رح نقدمه لكم في البرنامج يكون علم نافع لكم وأنتوا تنفعوا فيه بإذن الله. إن شاء الله اليوم محاضرتنا حتكون عبارة عن مقدمة عن مكافحة العدوى، وبرضه رح نتكلم عن أو رح نعطي نظرة عامة على برنامج مكافحة العدوى في المنشأة الصحية. إن شاء الله في المحاضرة رح نغطي عدة محاور. في البداية رح نتكلم عن إيش هي مكافحة العدوى، وبرضه رح نتكلم عن بدايات مكافحة العدوى في المملكة، وبعدها رح نتكلم عن أساسيات مكافحة العدوى في المنشآت، وعن كيفية عمل برنامج مكافحة عدوى ناجح في المنشأة الصحية. وبإذن الله بنهاية المحاضرة الكل راح يكون عارف إيش هي الانفكشن بريفنشن اند كنترول، وكيف بدأت أو إيش هي كانت بداياتها في المملكة. وبإذن الله الكل بيكون ملم بأساسيات مكافحة العدوى وطريقة إنشاء برنامج مكافحة عدوى ناجح في المستشفيات. قبل ما نبدأ نتكلم عن أساسيات مكافحة العدوى، من المهم جدا أننا نعرف إيش هي العدوى أساسا. والعدوى هي عبارة عن عملية انتقال ودخول وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة معروفة باسم مايكرو أورغانيزمز إلى جسم الإنسان. هذه المايكرو أورغانيزمز ممكن تكون فيروسات، بكتيريا، فطريات أو حتى طفيليات. وهذه العدوى ممكن أنها تصير خلال فترة وجود المريض المنوم في المستشفى. يعني إذا كان المريض ما عنده أي نوع من أنواع العدوى ولكنه اكتسب عدوى خلال وجوده في المستشفى، فهنا رح نسميها عدوى مكتسبة في المنشأة الصحية اللي هي معروفة باسم Healthcare Acquired Infection. والآن بما أننا عرفنا إيش هي العدوى أو الانفكشن، رح يكون سهل علينا أننا نعرف إيش هي الانفكشن Prevention and Control. والانفكشن Prevention and Control تشير إلى جميع التدابير والممارسات المتبعة لمنع وتقليل انتشار العدوى بين المرضى في المنشأة الصحية. وليش هذه التدابير والممارسات مهمة؟ لأنها تساهم بشكل أساسي ومباشر في منع حدوث العدوى وتخفض من نسبة حدوث انتقال للعدوى بين المرضى. طبعا هذه التدابير والممارسات بإذن الله رح نتكلم عنها بشكل أو بتفاصيل أكثر في المحاضرات القادمة. والآن خلينا نتكلم عن بدايات Infection Prevention and Control في المملكة لما كان عدد المستشفيات اللي عندها برنامج مكافحة عدوى قليل جدا. ولكن أول بوادر ارتقاء وتقوية Infection Prevention and Control بدأت عندما تم تأسيس الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية عام 2008. وواحدة من أبرز الجهود ذات الأثر العميق والواضح اللي سوتها الإدارة هو عمل دبلوم مكافحة عدوى عام 2012، واللي كان من العوامل اللي سببت نقلة في مجال مكافحة العدوى. أما النقلة النوعية اللي أحدثت فرق ومن خلالها زاد وعي المجتمع عامة والصحي تحديدا بأهمية مكافحة العدوى هو حدوث جائحة الميرسكوف وبعدها الكوفيد-19. والحمد لله في وقتنا الحاضر جميع المستشفيات المملكة تتوفر لديها برامج وأقسام مكافحة عدوى متقدمة وفعالة. والآن بعد ما تكلمنا عن الانفكشن وإيش هي الانفكشن بريفنشن آند كنترول وذكرنا أهميتها، لازم نتكلم عن ثلاث أشياء مهمة لازم نعرفها عشان نقدر نطبق أو نسوي التدابير الصحية والوقائية الصحيحة، وهي ثلاثة كما ذكرت. أول شيء اللي هي وسيلة النقل mode of transmission، وبعدها لازم نعرف سلسلة العدوى اللي هي chain of infection، وبعدها لازم نعرف عن كيفية كسر سلسلة العدوى اللي هي breaking the chain of infection. رح أشرح كل واحدة على حدة. والآن رح نبدأ نتكلم عن mode of transmission واللي أيضا معروفة بطريقة الانتقال، وهي طبعا تصف الطرق التي تنتقل فيها العدوى من شخص إلى آخر. في عندنا لها نوعين، في عندنا direct و indirect. خلينا نتكلم أول شيء عن direct transmission. direct transmission يندرج تحت عدة طرق. الطريقة الأولى ممكن تصير عن طريق droplet واللي هي عبارة عن القطرات وينتشر من خلال العطاس والسعال. عندنا أيضا direct physical contact اللي هو التلامس الجسدي المباشر ويحدث وقتها بين شخص متعافي والشخص الحامل للعدوى. في عندنا أيضا transplacenta infection، هذه للإضافة وتصير بين الأم وتنقل العدوى للجنين من خلال البلاسنتا. هذول الأنواع أو الطرق في الدايركت ترانسميشن. خلينا الآن ننتقل للإندايركت ترانسميشن.
وأول نوع اللي هو الإيربورن، والإيربورن عموما يصير من خلال الهواء أو الجو. وفي عندنا ال indirect contact، وهو يحدث عبر ملامسة الأسطح الملوثة اللي هي contaminated objects. في عندنا fecal oral transmission، وما يتسبب به هو الأطعمة والمياه الملوثة. في عندنا أيضا نوع آخر اللي هو vector borne transmission، ويحدث بسبب الحشرات الحاملة للعدوى. وفي عندنا أخيرا iatrogenic transmission، ويحدث من خلال العمليات الطبية عند استخدام أدوات غير معقمة بشكل جيد، أو إعادة استخدام أدوات المفروض لا يتم إعادة استخدامها. وبما أننا تكلمنا عن mode of transmission، من المهم نعرف شيء اللي هو blood-borne pathogens. زي ما أنتم عارفين أنه عندنا عدة طرق لانتقال الأمراض وذكرناها سابقا. عندنا أيضا واحدة من الطرق اللي هي blood، زي ما أنتم عارفين أنه عندنا microorganisms تكون في دم الإنسان، إذا صار في دم الإنسان بتسبب أمراض. فعندنا microorganisms مثل البكتيريا أو حتى الفيروسات ممكن تجي على دم الإنسان وتسبب diseases. هذه diseases أو infections ممكن تكون على سبيل المثال HIV، hepatitis C، hepatitis B. فإذا تم نقل مثلا دم شخص مصاب إلى شخص متعافي، طبعا رح تنتقل العدوى من الشخص المصاب إلى الشخص المتعافي. فهذه pathogens تكون في الدم، وجودها في الدم يسبب هذه infections. والآن خلينا ننتقل لـ chain of infection اللي هي سلسلة العدوى، واللي هي تحديداً تصف سلسلة الأحداث اللي لازم تصير عشان يتم انتشار العدوى من شخص إلى آخر. طيب ليه مهم نفهم هذه سلسلة العدوى؟ لأنها راح تساعدنا في تحديد وتنفيذ إجراءات الوقاية الصحيحة والسيطرة الفعالة على العدوى. زي ما أنتم شايفين أن الـ chain of infection أو سلسلة العدوى عندها 6 مكونات لازم نعرفها. المكون الأول اللي هي infectious agent، وهو يشير إلى الميكروأورغانيزم اللي يسبب العدوى. أما بعدها عندنا reservoir، وهو المكان اللي يعيش فيه وينمو الميكروأورغانيزم. ممكن طبعا المكان يكون شخص، ممكن يكون حيوانات، ممكن تكون حشرات، ممكن حتى البيئة اللي حوالينا اللي هي contaminated objects اللي تكلمنا عنها سابقا. بعدها عندنا portal of exit. portal of exit وهي تمثل الطريقة اللي يخرج منها الميكروأورغانيزم. وفي عندنا عدة طرق كما ذكرنا، فممكن مثلا تطلع من طريق السوائل الجسمانية، أو حتى مثلا من قطرات الجهاز التنفسي، ممكن الدم، وهكذا. وفي عندنا mode of transmission اللي هي تكلمنا عنها سابقا، لوسيلة الانتقال أو طريقة الانتقال، وتوصف طرق الانتقال العدوى من شخص إلى آخر. بعدها في عندنا portal of entry اللي هي توصف الموقع اللي يدخل منه الأورغانيزم، مثلا يكون من خلال المسار الجهاز التنفسي، أو المسار الهضمي، أو حتى الأغشية المخاطية، الجلد، وإلى آخره. وفي عندنا أيضا susceptible host، وهو المستضيف، ويشير هذا الشخص إلى يعني الشخص الذي له قابلية بالإصابة بالعدوى. طبعا في بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم قابلية أعلى من آخرين للإصابة بالعدوى، مثلا يكون أشخاص عندهم مشاكل في المناعة، مثلا ممكن يكونوا مو vaccinated ضد مثلا أمراض معينة. وكل شرحنا السابق في السلايد اللي راحت يتمثل في هذه الصورة اللي هي توضح الـ chain of infection أو سلسلة العدوى، ومأخوذة من الأبيك. وإذا حابين تعرفون تفاصيل أكثر ممكن تطلعون عليها. والآن بما أننا عرفنا إيش هي الـ chain of infection، وقلنا إن هي عبارة عن سلسلة من الأحداث أو العناصر اللي إذا صارت وراء بعض رح يصير في infection. طيب زي ما اتفقنا انه في عندنا 6 عناصر في هذه السلسلة او 6 احداث، كل عنصر يمدينا نسوي شيء اتجاهه عشان نكسر هذه السلسلة ونمنع حدوث الانفكشن. طيب فاول عنصر من هذه العناصر زي ما تكلمنا سابقا هي الانفكشوس ايجنت او المايكرو اورجانيزم. طيب ايش يمدينا نسوي عشان نمنع حدوث الانفكشن من خلال التحكم في الانفكشوس ايجنت؟ عندنا عدة اشياء. أول أن يكون عندنا القدرة على التعرف بشكل سريع وعزل مصدر العدوى الحاملة للميكرو أورغانيزم.
بعدها في عندنا تطبيق الاحتياطات اللي تمنع انتقال المايكرو أورغانيزم من خلال عزله، اللي هي سموها barrier precautions. وفي عندنا أيضا تعقيم وتطهير الأدوات اللي يتم استخدامها خصوصا مع حامل العدوى. وأهم شيء هي environmental cleanness، إن البيئة تكون دائما معقمة ونظيفة. هذا أول شيء فيما يخص المايكرو أورغانيزم أو الانفكشوس ايجنت. طيب خلينا نروح على عنصر ثاني يمدينا نسوي اتجاهه أكشن عشان نمنع حدوث chain of infection، اللي هو إيش؟ اللي هو الريزرفوار. طبعا الريزرفوار زي ما انتم عارفين اللي هو الشيء أو الشخص الحامل أو الحافظ للمايكرو أورغانيزم. طيب إيش يمدينا نسوي اتجاهه؟ عندنا عدة أشياء، مثلها استخدام الإكويبمنت أو الأدوات ذات استخدام الواحد واللي يمدينا نتخلص منها. في عندنا شيء ثاني اللي هو عمل disinfection، اللي هو التطهير والتعقيم للأدوات اللي يعاد استخدامها بالشكل الصحيح. ثالثا في عندنا قدرتنا على تحديد والتحكم في المايكرو أورغانيزم بشكل عاجل، يعني يكون في عندنا identification سريع. طيب الآن خلينا نشوف ثالث عنصر اللي هو البورتال أوف إكزيت، اللي هي طريقة خروج المايكرو أورغانيزم. إيش مدينا نسوي؟ مدينا نسوي عدة أشياء، منها اللي هي نسوي كنترول على السكريشنز اللي تطلع من الشخص، اللي هي واحدة من الأسباب أو الطرق لانتقال العدوى، فلازم نسوي عليها proper control. وأيضا من أهم الأشياء اللي هي environmental sanitation، اللي هي تعقيم البيئة اللي موجود فيها مصدر العدوى. طيب الآن رابع عنصر اللي هو control of transmission، وcontrol of transmission اللي هو التحكم في وسيلة النقل. عندنا عدة أشياء يمدينا نسويها عشان نسوي control، واحدة منها الهاند هايجين، عندنا source isolation، في aseptic technique and proper device care، في control of airflow، proper food handling، في environmental sanitation. طبعا كل واحدة من هذه الأشياء رح يتم شرحها بشكل مفصل في المحاضرات القادمة بإذن الله. عندنا العنصر الخامس اللي هو control of portal of entry، يعني نتحكم في طريقة دخول أو مركز دخول المايكرو أورغانيزم. كيف نسوي هذا الشيء؟ برضو في aseptic techniques and proper device care، يعني عند لازم من أهم الأشياء devices اللي يستخدموها على المريض تتعقم بشكل صحيح. في عندنا أيضا control of susceptible host، ويمدينا نسوي الكنترول بشغلتين. الشغلة الأولى اللي هي identification of high risk patients، اللي نشوف عندنا في المستشفى أو في اليونت مين هم الـ high risk patients، وبعدين نسوي proper precautions عليهم عشان نمنع حدوث العدوى. وأيضا treating underlying disease، تعرفون أنه في عدة مرض يعني أشخاص أو مرضى تكون المناعة منخفضة عندهم، ولذلك عندما نعالج المرض اللي موجود عند المرضى ونرفع المناعة رح يعني نزيد من قابلية أو فعالية الإميون سيستم عندهم. وبذلك نكون بإذن الله من خلال هذه الست عناصر إذا اشتغلنا عليها نمنع حدوث الإنفكشن. Common terms in infection prevention and control، زي ما انتم عارفين انه في كل تخصص وكل مجال في عندنا common terms اللي هي المصطلحات الشائعة، من المهم ان الممارس المهنة يكون عارف فيها وفاهمها. والان راح اذكر لكم عدة مصطلحات شائعة يستخدمونها في مجال مكافحة العدوى. فاول مصطلح هو incidence rate. زي ما انتم عارفين incidence rate هو عبارة عن مقياس، ايش يقيس بتحديدا؟ يساعدنا في تتبع حدوث حالات جديدة لمرض محدد في فئة محددة من الأشخاص، وأيضا في فترة زمنية معينة. يعني إذا حابين تشوفون نسبة الحالات الجديدة نستخدم الانسيدنس ريت، أما إذا حابين نشوف معدل انتشار المرض اللي هو البريفالنس فرح نستخدم البريفالنس ريت اللي هو معدل الانتشار. ومعدل الانتشار أيضا هو مقياس أساسي يساعدنا على تتبع العدد الإجمالي للحالات القائمة لمرض محدد في فئة محددة من الأشخاص وأيضا في فترة زمنية محددة. Outbreak، التفشيات. إيش يعني التفشيات؟ التفشيات
تصير لما يصير في زيادة في عدد الحالات، هذه الزيادة تكون مفاجئة وغير متوقعة. يعني على سبيل المثال عندنا في مستشفى A في عندنا في الاي سي يو صار في عدوى، وهذه العدوى صارت تتزايد وتنتقل من المريض إلى آخر، فصار في عندنا إيش؟ صار عندنا زيادة مفاجئة غير متوقعة بين فئة من الناس، فئة محددة اللي هم الأشخاص في الاي سي يو في مكان معين، يعني مستشفى معينة ووقت محدد في مثلا شهر واحد مثلا. الآن يمدينا نقول عن هذا الشيء أنه outbreak أو تفشي. والآن خلينا نتكلم عن الأبيديميك، بانديميك and endemic. زي ما انتم شايفين في تشابه بالمصطلحات، لكن كل واحدة تعني أو تحمل معنى مختلف عن الأخرى. فعندنا الأبيديميك أيضا لما يصير في زيادة مفاجئة في عدد حالات مرضية أو عدوى بين فئة محددة من الأشخاص وضمن منطقة جغرافية محددة. يعني مثلا نقول أن في حالات مرضية أو عدوى منتشرة في الدولة A، هذا يسمى الأبيديميك. أما إذا توسع الموضوع وانتقلت هذه العدوى من الدولة A إلى دولة B و C و D وصار في عدة دول فيها هذه العدوى، فهنا بنقول عنها بانديميك، نفس اللي صار بالضبط في الكوفيد 19. يعني كوفيد 19 يعتبر بانديميك. طيب هذا الفرق بين الأبيديميك والبانديميك. خلينا نجي عند الأنديميك. الأنديميك هو عبارة عن إيش؟ لما يكون في عندكم دولة محددة، هذه الدولة فيها قرية على سبيل المثال، هذه القرية دائما يصير فيها عدوى على سبيل المثال ملاريا، كل سنة في حالات ملاريا في الدولة الفلانية بالعدد الفلاني، هذا وقتها يسموه أنديميك. يعني الأنديميك لما يصير فيه انتشار لعدوى بأعداد متوقعة ومكان متوقع، فهنا يصير اسمه أنديميك. بالإضافة في عندنا مصطلحين جدا مهم نعرفهم اللي هم الريسك فاكتور والأبيديميولوجيكال تريد. ريسك فاكتور اللي هي عامل الخطر أو عوامل الخطر. عوامل الخطر هي ممكن تكون متغيرات أو حتى ظروف أو أوضاع تزيد من احتمالية إصابة المريض في الانفكشنز. ممكن هذه العوامل تكون جهاز مناعي ضعيف، ممكن تكون بيئة غير معقمة وغيرها من الأوضاع. طبعا إذا عرفنا وحددنا إيش هي الريسك فاكتور فبديهيا رح نمنع حدوث الانفكشن. وعندنا أيضا الأبيديميولوجيكال تريد. الأبيديميولوجيكال تريد هو يوضح العلاقة بين الهوست والأيجنت والإنفايرومنت، اللي هم الهوست طبعا الشخص اللي يكون at risk بأنه يكتسب العدوى، والأيجنت اللي هو المايكرو أورجانيزم بالعادة، والإنفايرومنت اللي هي البيئة اللي تشمل مؤثرات خارجية ممكن تساهم أو تلعب دور بنقل العدوى إلى الهوست. طيب ليه مهم نفهم ونعرف إيش هو الأبيديميولوجيكال تريد؟ لأنه راح يوضح لنا طبيعة التفاعل بين الثلاث متغيرات الثلاثة اللي هم زي ما ذكرت الهوست والأيجنت والإنفايرومنت. وأيضا إذا فهمنا طبيعة التفاعل بينهم راح نتمكن من عمل انترفنشنز للحد من انتقال وانتشار العدوى. contamination, infectious disease, colonization كلها مصطلحات مرتبطة ببعضها. فعندنا الكونتامينيشن اللي هو التلوث، ومعناه إيش؟ معناه وجود الميكروب أو المايكرو أورجانيزم أو الانفكشوس ايجنت على سطح الجسم، سواء هذا الجسم كان جسم الإنسان أو أسطح الموجودة في الأغراض أو الأشياء الموجودة في الغرفة أو الأدوات اللي يستخدمونها مع المريض، هذا هو الكونتامينيشن. أما الانفكشوس ديزيز هو عبارة عن مرض، هذا المرض يسببه مين؟ المايكرو أورجانيزم أو الانفكشوس ايجنت. طبعا لما ينتقل هذا الانفكشوس ايجنت من شخص إلى آخر، أو من سطح أو أداة إلى جسم الإنسان، أو مثلا من حيوان إلى إنسان وإلى آخره، هنا الآن نقول إن هذا مرض معدي. ليش؟ زي ما ذكرت، لأنه اللي تسبب فيه agent أو micro organism معدي، وانتقاله من شخص إلى آخر يسبب هذه العدوى. بعدها عندنا colonization. colonization لما يكون الشخص دخل لجسمه infectious agent أو micro organism. micro organism بدأ بالتكاثر والنمو في جسم الإنسان، لكن ما عند هذا الإنسان أي أعراض، يعني لم تظهر على الشخص المصاب أي أعراض، لكن
لو سوينا له تحاليل بيكون فعلا في المايكرو أورجانزم والنتيجة بتكون بوزيتيف، فهنا يعني كولونايزيشن، يعني أي مريض حامل للمايكرو أورجانزم أو للمرض لكن ما عنده أي أعراض فهنا يسمى كولونايزيشن. وأخيرا وليس آخرا رح نتكلم عن كروس انفكشن وكروس كونتامينيشن. الكروس انفكشن اولا رح نبدا فيها، وهي انتقال المايكرو اورجانزم من شخص الى اخر مما يسبب انتقال العدوى. طبعا هذا الشيء زي ما ذكرنا قبل انه ممكن يصير بطريقه دايركت واندايركت. بطريقه دايركت لما ينتقل من شخص الى اخر، بطريقه اندايركت لما ينتقل عبر الاسطح وغيرها. اما عندنا الان الكروس كونتامينيشن، الكروس كونتامينيشن هو انتقال المايكرو أورجانزم من سطح إلى أوبجكت آخر. فهنا الفرق، الفرق بأنه الكروس كونفكشن أن الانفكشن تنتقل من شخص إلى آخر، أما الكروس كونتامينيشن من سطح إلى أوبجكت. وبالعادة مثلا على سبيل المثال على كروس كونتامينيشن، لما يجي الممارس الصحي ما سوى الهاند هايجين بالطريقة الصحيحة، وكان قبلها عند مريض في عنده انفكشن، فبما أنه ما سوى الهاند هايجين بالطريقة الصحيحة أخذ واستخدم equipments، انتقل المايكرو أورجانزم من الهاندز إلى الإكويبمنت، واستخدم هذا الإكويبمنت على المريض، والآن المريض أصابته العدوى، فهذا الكروس كونتامينيشن. طيب والآن بما أننا تكلمنا عن أساسيات مكافحة العدوى، خلينا نقول أن تم تعيينك مدير قسم مكافحة العدوى في مستشفى، وطلبوا منك مهمة إنشاء هذا القسم لأن المستشفى جديد. فعشان يمدينا نسوي هذا الشيء، في عندنا بعض المعلومات والكونسبتس اللي لازم نعرفها ورح نتكلم فيها الآن بإذن الله، عشان يكون عند كل شخص فيكم المقدرة على عمل Infection Prevention and Control Program أو Department في المستشفى بالطريقة الصحيحة، ويكون الفانكشن صحيح لهذا القسم. دائما عند البدايات المشاريع أو البرامج أو حتى الأقسام وغيرها، أهم شيء لازم نعرفه هو الهدف منها. وسؤالنا اليوم هو إيش الهدف الرئيسي من وجود برنامج مكافحة عدوى في المنشأة الصحية؟ بكل بساطة ووضوح، الهدف الرئيسي هو لتقديم رعاية صحية عالية الجودة والحفاظ على سلامة المرضى والزوار والموظفين، وأيضا ممكن نضيف ونقول للمساهمة في تحسين أداء المنشأة العام والحفاظ على سمعة المنشأة وتكون سمعة ممتازة. والهدف اللي ذكرناه كيف رح يتحقق؟ رح يتحقق من خلال تركيز البرنامج أو قسم مكافحة العدوى على ثلاثة أشياء أو ثلاثة أهداف، وهي الحد من مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بين جميع المرضى وحتى الموظفين والزوار، وأيضا استخدام منهج قائم على تحديد المخاطر والتركيز عليها وحلها، وأيضا تحديد الإجراءات والعمليات المرتبطة بمخاطر عالية للعدوى وتنفيذ الاستراتيجيات للحد من هذه المخاطر. والآن خلينا نتكلم عن scope of service اللي هو نطاق الخدمة. طبعا لازم 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 ممارس مكافحة العدوى يكون واعي وعارف بنطاق الخدمة الخاص بمجاله وبرنامجه. ليه؟ عشان يتجنب عمل جهود ممكن تكون خارج نطاق الخدمة، مما يؤدي إلى عدم وجود منفعة لجهوده وعدم عكس هذه الجهود ومنفعتها على المريض ومكافحة العدوى عموما. طيب إيش هي مسؤوليات برنامج مكافحة العدوى واللي هي أصلاً داخل نطاق الخدمة؟ هي الآتي: أولاً متابعة البروسيجر والديفايس ريليتد انفكشنز اللي هي الـ VAE, SSI, كلابسي وكاوتي، وعمل ما يلزم لمنعها والتحكم فيها. أيضاً في عندنا متابعة الانتيبيوتيك ريزيستنت أورجانيزمز، في عندنا الـ MRSA, VRE والـ MDRO, المولتي دراج ريزيستنت أورجانيزمز، بالإضافة إلى الـ Emerging and Re-Emerging Infections. وأيضاً من المهام جداً مهمة داخل النطاق المكافحة العدوى اللي هي متابعة وتطبيق جميع التدابير اللازمة للوقاية من العدوى، وأيضا مراقبة أو متابعة التزام الكادر الصحي بسياسات مكافحة العدوى في المنشأة الصحية.
وأيضا متابعة عمليات التقييم والتطهير والتأكد من عملها بشكل صحيح، وأيضا بالإضافة متابعة الـ implementation أو تطبيق البرامج التالية بشكل صحيح وبآليات صحيحة، واللي هي الـ CSSD, Food Safety, Water Safety, Air Safety, Safe Medical Waste Disposal, Safe and Effective Pets and Pest Control, Effective Housekeeping Program, Laundry and Linen Management. طيب دامنا الآن تكلمنا كيف شكل البرنامج لازم يكون من ناحية الأهداف والـ Scope of Service، طيب كممبرز في برنامج أو قسم مكافحة العدوى كل ممبر لازم يكون عنده أي نوع من المعلومات؟ لازم يكون عنده معلومات أو متخصص في الأشياء التالية، اللي هي Epidemiology, Statistics, Patient Care Practices, Occupational Health, Sterilization, Disinfection and Sanitation, Infectious Diseases and Microbiology, Education and Management. كل هذه التخصصات أو المجالات والمعلومات لازم يكون ممارس مكافحة العدوى ملم فيها، وعلى الأقل قارئ فيها وعارف فيها. ليه؟ لأن كل هذه رح تصب في توجيه جهوده بشكل صحيح لخفض معدلات العدوى في المنشأة الصحية. وكل النولج اللي بتكون عند فريق أو الممبرز المتابعين لقسم أو برنامج مكافحة العدوى اللي ذكرتها سابقاً، زي العلم في الأبيديميولوجي، ستاتيستيكس، بيشنت كير، occupational health إلى آخره، هذه كلها رح تصب وين؟ رح تصب في دعم الرول الخاص في قسم أو برنامج مكافحة العدوى. طيب شلون هذا الشيء بيصير؟ بيصير من خلال تطبيقها بشكل صحيح. طيب إيش هي الرولز لممارس مكافحة العدوى في المنشأة الصحية؟ الرولز هي كالآتي: وضع سياسات وإجراءات تخص مكافحة العدوى للمنشأة الصحية، وتقييم معايير مكافحة العدوى ومتابعة تطبيقها بالشكل الصحيح، ومراقبة معدلات العدوى التابعة لبرنامج الترصد الوبائي وعمل ما يلزم لخفضها ومنعها، وتثقيف الكادر الصحي في المنشأة الصحية، وتقديم المشورات بشأن إغلاق أقسام أو بعض المنشآت الصحية بسبب بعض المشاكل في الـ Infection Prevention and Control، وأيضا فتح خطوط تواصل فعالة بين الأقسام وحتى الـ Units والـ Wards، ومتابعة العمل الـ Infection Control فيها. بالإضافة عندنا إدارة التفشيات من ناحيتين، اللي هي الـ Prevention and Control. الـ Prevention اللي هي منع حدوثها أصلاً، والـ Control أنه إن حدثت التفشيات عمل تحكم عليها ووقفها ووقف انتشار الـ Infection. أيضاً في عندنا إجراء تقييم المخاطر اللي هو الـ Risk Assessment بشكل دوري لعمل الخطط السنوية الخاصة بالقسم أو البرنامج، وأيضاً رفع الـ Quality للمستشفى والقسم. وأيضا بالإضافة لدينا آخر مهمة، وطبعا هذه على سبيل المثال وليس الحصر، عمل Infection Committee أو Infection Control Committee وعمل Management له، اللي هي الإدارة من ناحية إيش؟ من ناحية عمل اجتماعات دورية أو أيضا التواصل الفعال بين الممبرز فيهم وهكذا. والآن خلينا نجي عند الأسسمنت للInfection Prevention and Control Program or Department. طبعا هذه الخطوة جدا 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 مهمة لممارس مكافحة العدوى، لأن في كثير ممارسين مكافحة العدوى ينتظرون شخص خارجي عشان يجي ويقيم أداء مكافحة العدوى في المستشفى، وهذا الشيء جدا خطأ. فالمفروض أنه يصير في تقييم مستمر. وطيب كيف هذا التقييم المستمر يكون؟ طبعا ممارس مكافحة العدوى ممكن يجي ويطلع على الستاندردز والغايدلاينز اللي موجودة عنده في المستشفى ويراجعها، ويراجع هل فعلا صارت تطبق بالشكل الصحيح ولا لا. وأيضا ممكن ياخذ بعض المعايير اللي موجودة من عند الهيئات التقييمية الخارجية مثل سباهي، في عندنا أيضا MOH والJCI، ممكن ياخذ اللستة الستاندردز الخاصة فيهم ويراجعها ويشوف هل هذه اللستة أو الستاندردز الموجودة عندهم مطابقة وموجودة في المستشفى والقسم عندهم ولا لا. وطبعا أيضا من مسؤوليتهم إيش؟ من مسؤوليتهم أن يشوفوا ويراجعوا الخدمات الجديدة اللي تطبق أو تقدم في المستشفى. يعني إيش؟ يعني إذا كان المستشفى فتح قسم جديد أو صار يقدم خدمة جديدة، من مسؤولية ممارس مكافحة العدوى أن يتابع تطبيق المعايير مكافحة العدوى فيها بشكل صحيح.
وأيضا تدريب الستاف اللي راح يشتغل في هذا القسم بشكل صحيح لعشان يتم أو يطبقون مكافحة العدوى بالطريقة الصحيحة. والحمد لله الآن وصلنا لآخر أو نهاية المحاضرة. عشان نمر فقط بشكل سريع على النقاط اللي تكلمنا عنها، نحن تكلمنا اليوم وشرحنا ايش هي الانفكشن، وبعدها شرحنا ايش هي الانفكشن بريفنشن اند كنترول، وتكلمنا عن تاريخها في المملكة، وبعدها تكلمنا عن البراكتسز العامة للانفكشن بريفنشن اند كنترول في المنشآت الصحية، وتحديدا عن كيفية عمل برنامج مكافحة عدوى في المنشآت الصحية. وإذا حابين بإذن الله أنكم تقرأوا وتعرفوا زيادة عن الانفكشن بريفنشن اند كنترول وإدارة البرنامج، فمرفق لكم references إن شاء الله تنفعكم، وأتمنى لكم التوفيق. يعطيكم ألف عافية.